اوكي يا شباب، ان شاء الله انا هشرح معاكم النهارده الهاير اوردينري ديفرنشيشن. ستيل الحاجه بتاعتك كلها هتلاقي الريسورسز بتاعتك سواء كانت على الكانفاس او على الكانفاس هتلاقي المجموع بتاعتك تمام ان شاء الله. انا عايز اكلمك على هاير اوردينري ديفرنشيشن. برضو عايز اكلمك على اليوتيوب. انت مجرد تخش على اليوتيوب خش على البلاي ليست، لان انا بحاول انقل الفيديوهات كلها عليها وبعضها بنقلها على الالمس، فمهم انك تبقى عارف اليوتيوب بحيث انك انت تقدر تخش عليه. اوكي، انا عاده مني يعني بقفل البلاي ليستس اللي احنا مش بنستخدمها يعني طبعا السمستر اللي احنا موجودين فيه وبفتح الجديد. اوكي، انا اقدر افتح لك السبرينج سمستر او الفول سمستر تلاقي كميه الفيديوهات كلها عجبه بتاعت الكورس كله، بس مش عايز اعملها كده لانك هتتوه، فالافضل تبقى ماشي. انا عايز اكلمك على موضوع الهاير اوردر ديفرنشال ايكويشنز. شباب انت فاكر يعني ايه اوردر؟ انا قلته الليكتشر اللي فاتت. يعني ايه اوردر؟ اعلى عدد مرات ديريفيتيف اوريدي اكزيست نيو ديفرنشال ايكويشنز. ذا هايست نمبر اوف ديريفيتيفز ذات اكزيست ان ديفرنشال ايكويشن. الميثودز اللي احنا خدناها في بريفيس ليكتشرز كانت بتعالج فقط واي داش. يعني فيرست اوردر يعني ظهر واي داش بس. طبعا الكلاسيفيكيشن هتلاقي عندك الانترودكشن موجود فيها الجنرال فورم بتاعت الهاير اوردر، ده الشكل العام بتاعها. لما تيجي تبص عليه هتلاحظ ان انت عندك واي ويز ان انث ديريفيتيف، يعني متفضل ان من المرات 3 4 5 بح بح زي ما انت عايز. لاحظ ان المفروض في الجنرال فورم يظهر y n minus 1 y n minus 2 ويبدا ينزل عندك في الاخر y تريبل y دبل داش y داش بعدين دن y ويساوي كيلو اكس. لو انت خدت بالك هتلاحظ ان الديفرنشال ايكويشن اللي موجوده دي انت عندك هنا الكوفيشنتس داله في اكس فبيتقال عليها فاريبل كوفيشنتس. دي من المعادلات اللي اوريدي اكزيست في الجنرال فورم. احنا بالنسبه for this chapter we are going to treat the higher order differential equations with constant coefficients مش with variable coefficients لان الميثودز مختلفه. طيب انا هدي لك ال variable coefficients by the end of this lecture او by the end of this chapter. طيب ال variable coefficients دي بيظهر فيها ايه؟ بيظهر فيها functions as coefficients. احنا هنشوف الطريقة اللي هي بتاعت اويلر وازاي بعمل فيها substitution عشان ترجع constant coefficients فاقدر احل بالميثودز اللي انت هتشوفها. طبعا لو انا بعمل classification السكيم ده بيوضح لك الوضع بالظبط. دي كده higher order differential equation. انا عرفت منين ان higher order؟ بيظهر فيها اكتر من واي داش، واي دبل داش، واي تريبل، واي فور، يبقى اذا دي higher order. طيب بتتقسم ازاي؟ يا اما with constant coefficients يا اما with variable coefficients. لو دول الارقام اللي انت الدوال اللي انت شايف ان فيها اكسات تبقى with variable coefficients. طيب لو القيم اللي انت شايفها دي constants يبقى يتقال عليها with constant coefficients. على فكره لو ده constant ده constant بس ده variable اصبح variable coefficients على طول. الايكويشنز دي قدامك حاجه من اتنين، يا اما هي بتساوي q of x وده function ال x، يا اما بتساوي 0. لو ال q of x ده لو ال function دي بتساوي 0 يبقى على طول اسمها homogeneous higher order differential equation. طيب لو ال q of x دي مش بتساوي 0 يبقى اسمها non-homogeneous differential equation. تمام كده higher order differential equation مش constant coefficients زي ما احنا اشتغلنا. تمام؟ الميثودز اللي انت شفتها previously it's not gonna work with this one. التوبيك اللي انا بتكلم فيه اسهل بمراحل يا احمد من اللي انا كنت قلت كده بكتير، لان الميثودز اللي انت هتشوفها هنا هي ماشيه سيستماتيك من غير تفكير. استحملي بس في الانترودكشن ليه هدف فينا عشان بعد كده لما اجي ادي لك التيبل ما تقوليش هو ده جه منين او ليه بعمل ده. تمام؟ الفكره ببساطه راجل هنا كاتب لك اهو كاتب الديفينيشن ان انت عندك السولوشنز بتاعت الكونستنت كوفيشنز جنرال سولوشن بيتكون من جزئين
بيتكون من السولوشن بتاع الهوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن اللي هي كيو اوف اكس بلس صفر زائد انذر بارت اسمه الواي سي او الواي بي. الواي بي ده لو هي نون هوموجينيوس. يبقى انا لو انا عندي هاير اوردر ديفرنشال ايكويشن مش بتساوي صفر هعمل فيها كام حل؟ جزئين، والجزئين بيتجمعوا على بعض السوبر بوزيشن. يبقى الواي جنرال سولوشن هو هيساوي الهوموجينيوس سولوشن بلس الواي بي اللي انت هتشوفه دلوقتي. تمام كده؟ طيب حلو قوي. يعني معنى ذلك ان انا اي ديفرنشال ايكويشن هاير اوردر هحلها كام مره؟ مرتين. المره الاولانيه هعتبر الكيو اوف اكس بتاعها بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. ذن هشيل الزيرو واحط الكيو اوف اكس واحل واجمعهم مع بعض. طيب حلو جدا. الفكره ببساطه ان انا علشان اقدر اشتغل على ده انا عايز اعرفك حاجه اسمها ديفرنشال اوبريتور. حاجه اسمها ديفرنشال اوبريتور. ايه الديفرنشال اوبريتور ده؟ بص كده، انا عندي واي داش، انا اقدر اقول عليه دي واي باي دي اكس، صح كده؟ واقدر اسميه دلوقتي دي تايمز واي. وير دي ده اللي هو الدي باي دي اكس. يبقى الدي كابيتال هو ديفرنشال اوبريتور. ايه هدفه؟ لو انا رميته على اي حاجه يعمل لها ديريفيتيف. يبقى واي داش هيساوي دي تايمز مين؟ تايمز واي. بنفس الكونسبت ده لو انا عندي واي دبل داش اقدر اخليها دي سكوير تايمز مين؟ واي. طيب لو انا عندي واي تريبل اقدر اخليه دي باور 3 مضروب في مين؟ 4. معايا يا شباب؟ طيب لو انا عندي واي دبل داش بلس واي داش بلس 1 مثلا اقدر اكتبه ازاي عن طريق ديفرنشال اوبريتور؟ اقدر اقول ان ده دي سكوير في واي بلس دي في واي بلس 1 واقدر اخد الواي ده از ا كومن. يبقى كم ده الايمج بتاعت الدريفيتيف ده لو انا ضربته في الواي رجعها لك المعادله اللي فوق. دي الفكره بتاعت مين؟ الديفرنشال اوبريتور. طالما انا اتفقت ان الدي بيعمل دريفيتيف يبقى فور شور 1 اوفر دي تفتكر هيعمل ايه؟ انتجريشن. دي الفكره ببساطه بتاعت الديفرنشال. طبعا الكلمتين دول موجودين عندك هنا، انا طبعا بكلمك اهو ده اللي هو نون هوموجينيوس. اول حاجه لازم اجيب الهوموجينيوس سوليوشن بعدين بحطه بكلم. هنا بدا يعرفك يعني ايه ديفرنشال اوبريتور اكزاكتلي ذا سيم زي ما انا قلت لك بالظبط. طيب حلو جدا، هنا بيجربك بيوريهولك ان دي سكوير هو الواي دبل داش الدي كيوب وهكذا. يعني خلي بالك ان لو دي الديفرنشال ايكويشن بتاعتك لو انا استخدمت الديفرنشال اوبريتور ده يبقى دي ام، صح كده؟ واللي بعديها يبقى دي ام ماينس 1، وهنا هيظهر واي داش اللي هو الدي، ولو واي موجوده يبقى هي واي بس مفيش فيها ديفرنشيشن. يعني اقدر اقول ان الاف اوف دي ده الايمج بتاعت الدريفيتيف اللي هي الفانكشن دي. لو انا مسكت الديفرنشال اوبريتور ضربته في اليو يديني صوره الديفرنشال ايكويشن. حلو قوي. طبعا هنا بيوضح لك ان 1 اوفر دي بيعمل ايه؟ بيعمل انتجريشن في الكونسبت اللي احنا بنتكلم عنه. طيب ده شيء جميل جدا. يعني معنى ذلك ان مثلا الايكويشن الاولانيه دي تبقى دي عباره عن دي تو ذا باور اوف 3 بلس دي ماينس اكس مضروبه في واي بتساوي ساينس. الايكويشن اللي هناك دي تبقى دي سكوير بلس دي بلس 10 تايمز واي بيساوي زيرو. اهو ديفرنشال اوبريتورز بتوعك مكتوبين. تمام يا شباب؟ يبقى كل العمليه بدل الدبل داش احط دي سكوير، بدل الداش احط دي وهكذا. الكونسبت ده مهم. انزل معايا هنا موريلك بياكد على الفكره ان الدي بيفاضل فبيوريهولك. بيقول لك لو انا عندي دي باور 2 تايمز تان يعمل في التان تفاضل كام مره؟ المره الاولانيه التان حد فاكر تفاضل بيساوي كام؟ 6 تو ذا باور اوف 2. المره اللي بعديها يخلي لك 2 6 سكوير تايمز تان. اهو انا عملت اول مره تان اصبح بدل دي سكوير بقى دي ده 6 سكوير، سلطت الدي عليها بيفاضلها كمان مره الباور ينزل واطرح من الباور 1 تفاضل ديريفيتيف ال 6 اكس يبقى 6 تايمز 10 يرجع 2 6 سكوير 10 اكس. معايا يا شباب؟ اللي بعده بيوريك ان 1 اوفر دي سكوير هيعمل انتجريشن فور
sin x how many times? Two times. So the first of them هيدي لك negative cos x. لما تعمل integration تاني يبقى هيدي لك negative sin x. Assuming ان الكونستانت تبقى طالعه تبقى مش تعمل. هنا بيوري لك السولوشن بتاعتي لو انا عندي q of x بالشكل ده وانا عايز اجيب الهوموجينيوس سولوشن. بدي اغير order differential equation بتاعتي. اللي هي في الشكل اللي عامل زي q of x. اول حركه قلت لك هجيب الهوموجينيوس سولوشن. الهوموجينيوس سولوشن يعني هعتبر ان q of x بتساوي كام؟ بتساوي 0. لما اعمل كده هيبقى ده شكلها. طبعا هنا بياكد على y اتش او y b اهو ده الجزء ده اهو. ادي الداله بتاعتي. لو انا ركبت الديفرنشال اوبريتور يبقى ده الديفرنشال اوبريتور تايمز ال y بيساوي 0. الحركه اللي بعديها لو انت بصيت على ده كويس ارجع كده معايا. الصوره كويس. انا عندي a n مضروبه في الدريفيتيف تو ذا باور اوف n بعدين a n ماينس 1 في الدريفيتيف تو ذا باور اوف n ماينس 1 والكلام ده تايمز y بيساوي 0. في حاجه هنا في الكونسبت لازم تبقى انت فاهمها تسال حياتك قوي. هو بيبقى عندي two quantities مضروبين في بعض والريزلت بزيرو، حضرتك فاهم؟ واحدة منهم بزيرو صح؟ اه واحدة منهم بزيرو، هو ينفع الواي يبقى بزيرو؟ لو الواي بيساوي زيرو يبقى أنت عندك حاجة اسمها تريفيال سولوشن. أصلاً الفانكشن الأساسية بصفر. هتفضلها مرة، هتفضلها مرتين، هتفضلها 20 مرة، يبقى بصفار. يبقى ده اسمه تريفيال سولوشن. ليفت هاند يساوي رايت هاند لو الواي يساوي 0. يبقى ده معناه ان مستحيل الواي تساوي كام؟ يبقى مين بقى اللي غصب عنك لازم يساوي 0؟ الديفرنشال اوبريتور. يبقى اذا الفكره الاساسيه الراجل استنتج ازاي الحل؟ انه لما جه حط الكونستانتس دي يبقى اذا هو عنده دلوقتي الديفرنشال اوبريتور واي اوف اكس بيساوي 0. نتيجه الحلول والتجارب الراجل لقى انه يقدر يعمل اسامبشن ان y of x دي هتبقى exponential function هتبقى داله exponential. داله exponential بتاعتك وهرجع تاني للتأكيد اللي انا قلته. انا عندي براكت
تايمز اي باور ام اكس بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. يبقى اكيد واحد في دول بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. على فكره اي تو ذا باور اوف ام اوف اكس ات ويل نيفر كم تو زيرو. مستحيل اي باور رقم في اكس او اي باور اكس هل ممكن تساوي صفر؟ الاي باور اكس ممكن تساوي صفر؟ لو انت فاكر الفانكشنز من انت خدتها قبل كده اي باور اكس دي بتمشي عامله كده. اصلا بتساوي صفر. بتساوي الصفر لو الاكس بتساوي نيجاتيف انفينيتي. يعني عمرها ما توصل زيرو. يبقى ده معناه ان مين اللي لازم يساوي صفر؟ الايكويشن اللي انت شايفه قدامك. الانترودكشن اللي انا قدمته ده كله عشان اوصل من الايكويشن دي اللي هي اسمها اوكسيلري ايكويشن. يعني انت عايزه. اوكي؟ يبقى اذا اللي انت شفته دلوقتي عشان اوصل من الفورم اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الدوكيومنت. حلو قوي. تعال بقى نبص الكلمتين دول مكتوبين عندك ازاي. ادي ال A1 وال AN وال AN minus 1 وال A1 وال A0 انا عارف ان ال Y بيساوي E to the power of M of X. انا عندي هنا ال differential operator مضروب في E وال M X بيساوي 0. اقدر اريبليس every D او every Y by E to the power of M of X. لو ضربت ال differential operator في E وال M X هيجي لك نفس ال equation اللي فوق بس بدل ال دال في مين؟ في ال مات. حد فهم اي حد فهم؟ ضايعين. تعالى معايا كده هشوف على واحنا بنحل دلوقتي هتفهم اكتر. بس تاني عيب احنا قلنا ان في حاجه اسمها دي، دي ده بيفاضل يعني واي داش يبقى دي في واي، واي دبل داش يبقى دي سكوير في واي، واي تريبل يبقى دي باور 3 موجوده في واي. لو انا فرضت ان الواي بيساوي دي اس ام اكس لو ضربتها في دي هتدي لك ام، لو ضربتها في دي سكوير هتدي لك ام سكوير زي ما شفت دلوقتي انا بفاضل. يبقى اذا لو انا عندي ديفرنشال اوبريتور مضروب في اي اس ام اكس الديفرنشال اوبريتور ده على طول هيتحول للامات اللي انت شايفه. لان الاولاني هيدي لك ام اس ال في اي اس ام اكس، الثاني هيدي لك ام اس ال ماينس 1 مش معناها حاجه في الواي داش. يبقى لو خدت الدي كومن ام سوري لو خدت الاي اس ام اكس كومن هيدي لك المعادله دي اللي بتساوي صفر. طبعا الكلام ده مكتوب اهو ودي اسمها اوكسولري ديفرنشال اوكسولري ايكويشن. معادلة الجزئية المستنتجة. اعتمادا على الروتس بتاعت الايكويشن دي الحلول هتطلع من غير تفكير. يبقى لو انا عندي اي ديفرنشال ايكويشن اهي ادي المعادلة بتاعتي، اول حركة هعملها هشيل كل واي داش واحط مكانها دي، كل واي دبل داش احط مكانها دي سكوير، هيظهر عندك الديفرنشال اوبريتور في واي اوف اكس بيساوي زيرو. الحركه اللي بعديها لو انا كنت عملت اسامبشن ان واي اوف اكس بيساوي اي تو ذا باور اوف ام اوف اكس هيبقى نفس البراكت اللي فوق ده بس هيظهر مكانه مين؟ المات. ده اتس ان ايكويشن معادله. المعادله دي انا هوجد لها سولوشن احلها. هو اي معادله بحلها الروتس بتوعها ممكن يكون ايه؟ يا اما ريال يا اما ايماجينري يا اما ريبيتد. صح ولا ايه؟ فكر كده اي ايكويشن اي ايكويشن انت بتحلها عشان تجيب الروتس بتوعها الجذور بتوعها الارقام اللي هيطلع له ايه الارقام اللي ممكن تطلع؟ يا اما ريال يا اما المعادله دي تطلع لك كومبلكس يا اما يطلع لك ريال وريبيتد او كومبلكس وريبيتد يعني جذور مكرره. ده له حلول مفيش حاجه ثانيه ما تطلعش حاجه ثانيه. اعتمادا على دول الحلول طلعت اهو ده اللي مكتوب عندك هنا اهو ادي الستبس وادي الحلول. كيس نمبر 1 لو انا حليت الاكسولري ايكويشن دي وطلعت لك ريال ديستنكت روتس. يعني ايه ريال ديستنكت روتس يا عبد الرحمن؟ يعني ارقام حقيقيه مختلفه عن بعضها. يعني طلعت الروتس دي 2 نيجاتيف 2 هاف 1 ثيرد 5 اوفر 4 طلعت ارقام. على طول الجنرال سولوشن موجود حضرتك مش هتمسك موجود عشان تجيبه. لا هتعمل انتجريشن ولا ديفرنشيشن. هو اللي حصل. على طول الحل هيبقى كده كونستانت في اي تو ذا باور اوف ام 1 اكس زائد كونستانت في اي تو ذا باور ام 2 اوف اكس زائد كونستانت في اي تو ذا باور ام 3 اكس وهكذا. يبقى امتى بكتب الهوموجينيوس سولوشن بالشكل ده؟ لو الروتس بتاعت اكزولري ديفرنشال ايكويشن كانت ريال. طب لو كومبلكس؟ لو حصل الكيس نمبر 2 انها طلعت كومبلكس نمبرز
يعني ايه كومبلكس نمبرز؟ يعني 2 بلس اور ماينس A في I رقم زائد او ناقص الايماجينري بارت مضروب في رقم كالكليتر بيعمل لك ده كوادراتيك ايكويشن. لو ده حصل الحل موجود، ده الحل على طول من غير تفكير. E السريه في X زائد C1 كوساين بي X زائد C2 ساين بي X. ما هو الكومبلكس ده ما يطلعلكش الا لو كان عندك كوادراتيك ايكويشن. يعني ايه كوادراتيك ايكويشن؟ يعني معادله الباور بتاعها 2 ام سكوير بلس ام بلس رقم، لما تحل يدي لك كومبلكس، يدي لك رقم نيجاتيف اندر سكوير روت، عشان كده بيخرج كومبلكس نمبر. تاني ركز، الكومبلكس نمبر في جزء ريال زائد اي مضروب في بي، ده الجزء الايماجينري. الريال يبقى فوق الاي، الايماجينري يبقى ورا الكوزاين ورا مين يا باشمهندسين؟ ورا الصدر. طيب لو انا حليت وطلع ريال ريبيتد، يعني طلع لي الروت ريبيتد، يعني عندي براكت مثلا ام ماينس 1 تو ذا باور اوف 2 ام بلس 2 تو ذا باور اوف 3، ده معناه ان انا عندي الروت ده مكرر او ماني تايمز 2 تايمز او 3 تايمز. في الحاله دي بمسك الروت الريبيتد لو هو ريال اخليه اي تو ذا باور اوف روت تايمز اكس، بعدين اكتب الكونستانتس على البولينوميال دي. لو هو مكرر 2 تايمز يعني تو ذا باور اوف 2 يبقى سي 1 بلس سي 2 اكس، لو مكرر 3 تايمز يبقى سي 1 بلس سي 2 اكس بلس سي 3 اكس اكس سكوير وهكذا. يعني بكتب بولينوميال بالباور ماينس ال ماينس 1 بالباور ماينس 1، يبقى كده انا وجدت جديد. طب لو كومبلكس ولا اي مشكله، هكتب الروت الكومبلكس بالشكل العادي بتاعه اللي هو ده، بعدين اضرب في الروت في البراكت بتاع الريبيتيشن. لو هو ريبيتد 2 تايمز اضرب في بي 1 بلس بي 2 اكس. طب لو هو ريبيتد 3 تايمز يبقى بي 1 بلس بي 2 تايمز اكس بلس بي 3 تايمز اكس باور 2. كل مره احط كونستانت واروح ضارب في اكس، اكس بعدين اكس باور 2 بعدين اكس باور 3 وهكذا. ده انا هتكبر معاك. اللي انا قلته لك ده معناه ان لو عندي واي دبل داش هيبقى عندك كام كونستانت؟ طب لو واي تريبل؟ دايما عدد الكونستانتس بيساوي عدد مرات التفاضل. طب اشمعنى؟ ده انت عارف اصلا من الاول. لان كل مره انت بتعمل فيها انتجريشن بيظهر مين؟ كونستانت. فلو هي واي تريبل يعني واي متفاضله كام مره؟ فضمنيا انت هتكامل كام مره؟ فهيظهر كام ثابت؟ ثلاث. واضحه؟ تعالى بقى نشوف ده كده سهل قوي 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 فوق ما عليك استوعب، مفيش تفكير اصلا. تعالى بص كده. الايكويشنز اللي قدامك دي هل هي فيرست اوردر ولا هاير اوردر؟ لان كلها في واي دبل داش. لاحظ ان انا شرطت عليك ان هي مش كونستنت كوفيشنتس، يعني ما ينفعش واي دبل داش مضروبه في اكس خالص. طيب تعالى نبص كده ازاي بجرب الكلام اللي انا قلته لك. تعالى بص كده على اول واحده. اول واحده بتقول واي دبل داش اللي بعديها بلس، ها؟ واي داش اللي بعديها بلس او نيجاتيف 6y، والكلام ده على بعضه بيساوي كام يا باشمهندسين؟ بيساوي 0. شوف بقى الحل هيمشي ازاي. فيرست ستيب اكتبها لي عن طريق ديفرنشال اوبريتور. يبقى ستيب نمبر 1 مستر عبد الرحمن تعرف تكتب؟ هيبقى دي سكوير، ها؟ بلس دي ماينس 6 مضروب في واي بيساوي كام؟ احنا عرفنا ان انا هشيل واي واحط مكانها اي تو ذا باور اوف ماكس. لما تبقى تعمل كده يبقى ستيب نمبر 2 ولازم تمشي بالترتيب ده، يظهر هنا مين؟ زائد ان ماينس 6، وهو ده اللي لازم يساوي كام؟ يبقى كان المعادله اول حركه موجوده، ثاني حركه بكتبها عن طريق ديفرنشال اوبريتور، ثالث حركه ضمنيا انت فهمت ان انا بفترض ان الواي بيساوي اي بار ام اكس، فلما بعمل ده بيظهر الشكل ده. يعني كل اللي انا هعمله ادي الواي داش اقلبها دي بعدين اشيل دي اسميها ام بالترتيب اللي انا كاتبه ده. الترتيب ده ما فيش فيه تفكير، انا همشي بيه على طول 1 2 3. الحركه اللي بعديها دي اوكزيلري ايكويشن، حضرتك تعرف تحلها؟ امسك كالكليتر وحلها، وما انتش محتاج طبعا انت ناس كبار، على طول انا عارف ان ده اقدر اعمل له ايه؟ اعمل له فاكتورايزنج. ادي ام ادي ام
اقدر اخلي ده 3 واخلي ده 2 اقدر اخلي ده بوزيتيف وده نيجاتيف بيساوي 0 which is gonna lead to ان m1 بيساوي بوزيتيف 2 وام2 بتساوي كام يا باشمهندسين؟ الروتس دي ايه نوعها؟ ريال ديستنكت حقيقيه ومختلفين يبقى دي الكيس نمبر 1. الكيس نمبر 1 ده معناه ان الواي هوموجينيوس هيساوي a constant times e to the power of 2x plus another constant في e to the power of negative 3x. الف مبروك انت جبت الهوموجينيوس سولوشن. شاكرين جدا. صعب؟ تعال نبص على الاخطاء اللي جنبها. وليكن اللي جنبها، قول كده بسرعه. واي دبل داش ماينس 9 واي. يلا ستيب 1 دي سكوير الكلام ده مضروب يساوي ستيب 2 ام سكوير ماينس 9 يساوي 0. ستيب اللي بعده بالتالي ده الديفرنس بين تو سكويرز يعني ده ام نيجاتيف 3 ها ام بوزيتيف 3 والكلام ده كله على بعضه. ستيب اللي بعده واي اتش هيساوي ا كونستانت تايمز اي تو ذا باور اوف 3 اكس بلس ا كونستانت في اي تو ذا باور اوف نيجاتيف 3 اكس. صعبه؟ افترض ان حد يقرا ده. تعالى بص على واحده ثانيه وليكن خلينا نعمل السي او استنى حل لي الدي الاول. تعالى اكتب كده الدي حد يمديني واي دبل داش ها ماينس 2 واي داش ها بلس 10 واي بلس 10 واي ستيب 1 دي سكوير بلس 10 انت كده عملت ديفرنشال اوبريتر تايمز واي يساوي 0. ستيب 2 ام سكوير نيجاتيف 2 ام بلس 10 يساوي 0 صح كده؟ ستيب اللي بعدين اعمل فاكتورايزنج يبقى مش هعرف صح كده؟ مفيش ترو نمبرز دي المالتيبيكيشن ويل ايكوال تو 10 وهيبقى السم بتاعهم نيجاتيف 2 يبقى اذا انا هضطر ان انا اعمل ايه؟ احل بقى ايه؟ استخدم كالكوليتر او وات ايفر. انا اقدر احل عن طريق على طول عن طريق اللوج. اقدر اقول ان ام 1 و 2 الكلام ده بيساوي نيجاتيف البي اللي هو ب 2 بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت بي سكوير اللي هو 4 ماينس 4 اي تايمز سي يعني ماينس 40 ديفايدد باي 2 اي. ده اللوج. وانت ليك يعني من انجازاتك العميقه زمان اعتقد في برايمري 2 خدت كوادراتيك ايكويشن. فالكوادراتيك ايكويشن كانت بتقول سمبلي ان لو عندي a في x سكوير بلس bx بلس c ايكوال 0 كان ده معناه ان x 1 و 2 يساوي نيجاتيف b بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت بتاع b سكوير ماينس 4ac والكلام ده ديفايدد باي 2a. على فكره البراكت اللي حضرتك شايفه ده هو ده السبب في ظهور الكومبلكس نمبرز اصلا. لان لما هتيجي تعمل سبستيتيوشن زي ما انا عملت هنا هيبقى بي سكوير بتساوي بوزيتيف 4 بعدين نيجاتيف 4 اي ب 1 سي ب 10 يدي لك نيجاتيف 40. 4 ماينس 40 هيوقعك في مطب خطير جدا ان ده الروت بتاع نيجاتيف 36 ديفايدد باي 2 ادي 2 والكلام ده اكس 1 بمين؟ الستيب اللي بعديه هضطر ان انا اشيل النيجاتيف واحط مكانه اي تو ذا باور اوف 2 صح ولا ايه؟ الستيب اللي بعده هيدي لك 2 بوزيتيف نيجاتيف 6 اي ديفايدد باي 2 يعني معناه ان اكس 1 و 2 هتدي لك 1 بعدين بوزيتيف او نيجاتيف 3 اي ادي الكومبلكس نمبر بتاعك. ومن هنا جه ان الكومبلكس نمبرز لازم يبقوا كام نمبر؟ اشمعنى؟ لان فيهم واحد والكونجيت بتاعه لانهم اساسا خرجوا اندر سكوير روت فبيظهر بوزيتيف ونيجاتيف. فاكشوال الكومبلكس ده لازم يبقى هاو ماني روتس 2 4 6 8 وهكذا متماشي. انا كده عرفت ان انا جبت كومبلكس سولوشن سهل قوي. سولوشن هيساوي واي اتش هيساوي اي تو ذا باور الريال بكام؟ يا
يبقى 1 تايمز x. افتح براكت c1 اضرب كوزاين الامجينري يبقى 3x بلس c2 ساين 3x. الف مبروك. هنا كام كونستانت؟ ده انا عندك كام نمبر؟ 2 نمبرز. طب خلي بالك ده مكتوب كويس جدا بالنسبه ليك. يعني انا لو مشيت على دول هتلاقيني مسجله المحاضره دي طبعا الكود موجود عندك الباوربوينت ده. هتيجي تنزل كده ادي اول واحده انا كاتب لك طبعا تشينج تو ذا اوبريتور شيل الدي واعتبر انها اي باور ام اكس فلما هتعمل دريفيتيف وهكذا اهو. انا ماشي على اول واحده اهي بعدين على طول شلت الدهات حطيت الامات عملت فاكتورايزنج جبت الام 1 والام 2 السوليوشن بتاع طبعا دي كيس نمبر 1 انا فكرت فيها اهو اللي هو ثابت هيت تو ذا باور يبقى اسم على طول ده الجنرال سوليوشن. انزل في المساله اللي بعدين اهي واي تريبل او واي باور 4 استنى ادي المساله اللي هي بتاعت واي دبل داش لما هاجي احلها او خلينا نشوف اللي بعدها اهي السي دي انا سبتها لانها هي هي السي عندك بص على السي دي كويس السي دي حلوه قوي انا عندي واي 4 يعني واي متفاضل كام مره؟ اربعه يعني ادي لك دي باور 4 بعدين ماينس 4 واي دبل داش اللي هو ماينس دي سكوير يبقى اهو لما جيت احطهم بقوا بالشكل ده هشيل دي واحط مكانها ام يبقى ام باور 4 ماينس 4 ام سكوير بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. عشان احلها اعمل ايه؟ هاخد ام سكوير از ا كومن. لما اخد ام سكوير از ا كومن هيفضل عندك ام سكوير ماينس 4 اللي هو ديفرنس بين تو سكويرز يجي يدي لك بوزيتيف 2 نيجاتيف 2. هنا هاو ماني روتس دو يو هاف؟ اربعه. وانت عندك ام تو ذا باور اوف 2 بيساوي زيرو. يعني ام بزيرو ام بزيرو كده ريبيتد روت. بعدين بلس عندك روت اللي هو بيطلع بوزيتيف 2 وروت اللي هو بيطلع كده يبقى انا عندي كام كونستانت؟ شوف بقى هكتبهم ازاي. شوف بقى لما هاجي اكتب الكونستانتس دي بص كده باشمهندسين ادي دي 4 بعدين ماينس 4 الدي سكوير والكلام ده على بعضه في واي وكله على بعضه بيساوي كام؟ الستيب اللي بعديه هيبقى ام باور 4 ماينس ال 4 اللي مضروب في ام سكوير والكلام ده بيساوي زيرو. اسحب الام سكوير يفضل من هنا ام سكوير ماينس 4 بيساوي كام؟ يبقى اذا ده معناه ان يا اما 1 و 2 بيساوي زيروز يا اما ام بيساوي بوزيتيف 2 او ام بيساوي نيجاتيف 2. اللي مش ريليتد مين ومين؟ 2 نيجاتيف 2. يبقى الهوموجينيوس سولوشن واي اتش هيساوي ثابت كونستانت في اي تو ذا باور اوف 2 اكس بلس سي 2 في اي تو ذا باور اوف نيجاتيف 2 اكس. انا خلصت من ده وده. ده ريبيتد هاو ماني تايمز؟ تعالى بقى نكتبه. يبقى الكلام ده بلس الروت اي باور 0 اكس افتح براكت ده البراكت بتاع الريبيتيشن. انا كده هبدا احط الكونستانت الثالث يبقى ده عباره عن سي 3 زائد سي 4 مضروب في مين؟ مضروب في اكس. طب بص 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 لو كانت دي كده ام باور 3 مضروبه في ام سكوير ماينس 4 يبقى ده معناه ان الزيرو هيبقى ريبيتد هاو ماني تايمز؟ يبقى اروح هنا اكتب اي باور 0 اكس اكتب سي 3 بلس سي 4 اكس بلس سي 5 اكس سكوير. طيب لو كانت الام دي باور 4 يبقى هتكتب هنا سي 3 سي 4 اكس سي 5 اكس سكوير زائد سي 6 تو ذا باور اكس كيوب واحد. ده القوس بتاع الريليشن طبعا نوت ايفن كومبيرابل باللي انت كنت بتعمله في الشطر ده ولا هنا 1 2 3 معايا يا شباب؟ اوكي بيرفكت. انزل معايا طبعا انا كاتب لك الكيس ان انت هنا عندك ريبيتد اللي هي مش ريبيتد وعندك الكيس اللي هي بتاعت الريبيتيشن لازم استخدم القوس بتاع الريبيتيشن. انزل ادى الحل بتاعك زي ما هو دي الكومبلكس اللي احنا حليناها من شويه وبرده موجود ان الكيس دي هي الكيس نمبر 3 هي بتاعت الكومبلكس نمبرز. والكومبلكس نمبرز بحلها ازاي؟ زي ما حضراتكم شفتوا دلوقتي بطلع اي باور اكس بعدين سي 1 الريال يعني بصوا هنا الريال بيساوي 1 بقى موجود اي باور الريال في اكس زائد سي 1 كوساين 3 اكس زائد سي 2 ساين 3 اكس. اه دي حلوه برضه.
حلوة قوي. بص عليها تاني. أنا عندي d سكوير ماينس 2 دي بلس 2 تو ذا باور اوف 2 y اوف x بيساوي كام؟ بيساوي 0. قول لي كده لينا هات لي الاوكسيلري ايكويشن بتاعتها. الاوكسيلري ايكويشن دي هتساوي ايه؟ هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن m سكوير ماينس 2m الكلام ده بلس 2 كلهم تو ذا باور اوف 2 وعلى بعضه بيساوي كام؟ يبقى ده ريبيتد هاو ماني تايمز؟ 2 تايمز صح؟ تعالى نجيب الاول المين روت اللي او المين ايكويشن اللي هي ام سكوير ماينس 2 ام بلس 2 ايكوال 0. حد يقدر يقول لي الكومبلكس بيساوي كام؟ ده 2 بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت دي سكوير اللي هي 4 ماينس 4 a تايمز c يعني ماينس 8 على 2. الكلام ده يساوي 2 بوزيتيف نيجاتيف 2 i divided by 2 يعني يساوي 1 بلس i. مش كده برضه يا باشمهندسين؟ يبقى اذا على طول الهوموجينيس حد يكتب لي هو هوموجينيس هيساوي e الريال بكام؟ ادي اكس افتح براكت c1 مضروب في كوزاين او الرقم اللي هنا بكام؟ يبقى 1 تايمز اكس زائد c2 ساين اكس. اللي انت كتبته ده التو روتس دول بس اكشلي هم ريبيتد هاو ماني تايمز؟ يبقى اقدر في قوس الريبيتيشن. قوس الريبيتيشن ده بيساوي ايه؟ c3 c4 مضروبه في مين؟ في اكس. معايا يا بهوا؟ يبقى هنا انا كتبت كومبلكس وهو ريبيتد هاو ماني تايمز؟ 2 تايمز. طب لو كانت نفس الايكويشن دي بس الباور ده 3 اللي يفرق معاك ايه؟ هاجي هنا اروح هنا بلس c5 اكس بوك صار؟ اوكي. طبعا مكتوب عندك ومكتوب عندك هنا الروت وموجود اهي تحت وموجود عندك c3 بلس c4 اكس اللي هو الريبيتيشن كده. انا وجدت الحل الاول اللي هو اسمه هوموجينيوس سولوشن. هوموجينيوس سولوشن. اي مشاكل معايا؟ في اي مشاكل واتس ايفر؟ اوكي معايا؟ حلو. انا دلوقتي عايز اتكلم على النون هوموجينيوس. يبقى مبدئيا انا بعمل ده امتى؟ في اي مساله. اي مساله هتجي لي هاير اوردر فيرست ستيب اروح اجيب الواي اتش. واي اتش اعتمادا على الفاليو اوف ذا روتس. اول خطوه بكتب الايكويشن، ثاني خطوه بشيل الدشات واحط مكانها دي،